تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، أصبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، واليوم معانا في الإخراج الأستاذ نمر محمد. ويلكم باك. وأيضا معانا في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومعاكم في التقديم محدثتكم دكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. راح نتحدث اليوم عن أهمية اتباع الأنماط الغذائية السليمة، وأيضا سوف نتحدث عن مشكلة نقص فيتامين د عند الأطفال. لكن قبل كل هذا مستمعينا الأعزاء، أذكركم بأن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر للفئة العمرية من عمر 12 سنة اللي طالع، واللي ما أخذ التطعيم يبادر بأخذ موعد لحصوله على اللقاح، لأن اللقاح هي إحدى المفاتيح الرئيسية لمكافحة جائحة كوفيد 19 ووصولنا لمرحلة التعافي. خبرنا لليوم مستمعينا الأعزاء نتحدث عن القهوة. القهوة قد تنعش ولكنها لا تعوض نقص النوم. يساعد الكافيين على الاستيقاظ ويضيف الطاقة اللازمة، ولكنه لا يعوض ساعات النوم التي لم يحصل عليها الجسم. وتشير مجلة Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition إلى أن علماء من كليتي الطب النفسي وعلم النفس التجريبي بجامعة ولاية ميشيغان قيموا قدرة القهوة على التعامل مع التأثير السلبي لقلة النوم في الأداء المعرفي، ومن أجل ذلك اختاروا 275 متطوع قسموه إلى مجموعتين. المجموعة الأولى قضت ليلة كاملة في المختبر دون نوم، والثانية نام أفرادها في بيوتهم ليلة كاملة. وفي الصباح أعطى الباحثون لأفراد المجموعتين كبسولات الكافيين أو كبسولات وهمية، وطلبوا منهم إجراء اختبار بسيط عن تركيز الانتباه وحل مسألة معقدة عن التوزيع تتطلب إجراء العمليات بترتيب معين دون أي تخطي أو تكرار الخطوات. وتقول دكتورة كيمبرلي فين رئيسة فريق البحث، اكتشفنا أن الحرمان من النوم يضعف الأداء في كلتا المسألتين، وأن الكافيين ساعد في حل المسألة الأسهل، ولكن كان تأثيره ضئيل في أداء معظم المشتركين عند حل المسألة المعقدة. وتشير الدكتورة إلى أن مشكلة قلة النوم في بلدان كثيرة هي من المشكلات الحادة، وأن دراستهم أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على تأثير القهوة في محفزات نشاط الدماغ في حلها. صحيح أن هذا المشروب ممكن أن يعطينا طاقة إضافية ويقلل إحساسنا بالنعاس ويحسن المزاج، ولكن لا يمكن على الإطلاق أن يحل محل النوم الجيد ليلا. هذا كان خبرنا لليوم، ومن خبرنا ننتقل إلى اسم الجناح اللي بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور، بالتوعيكم على كل مستمعي إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟
ناخذ شوي اشياء صارت في يعني جوله في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الاشياء اللي احنا نتكلم عنها بشكل مستمر ويومي اللي هو تطعيم كوفيد 19. صحيح. وصلنا بعض الاسئله يسالونا، لان كنا حاطين نشره قبل كم يوم، والنشره كانت تاكد على اهميه حضور اولياء الامور مع اطفالهم عند تلقي تطعيم. تطعيم اليافعي من 12-15 سنة كانت المتطلبات الأساسية حضور ولي الأمر مع الإبن أو الإبن للتوقيع في سجل التطعيم، وأيضا خلال التطعيم من الأسئلة يحتاجون أولياء الأمور يجاوبون عليها، أيضا إحضار الهوية للمواطنين وإحضار هوية وصورة في الإقامة للمقيمين. جدا مهم أن يكون مع الأطفال يعني أحد أولياء الأمور أو أن شخص بالغ يعني يكون موجود في حال أن الأب والأم كانوا مرضى أو ما يقدرون. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي نحن أكد عليه، نحن دائما نعلم بشكل مستمر، وصلنا بعض الاستفسارات عن الحضور مع من دون موعد. نأكد أن جميع مرافق هيئة الصحة تتطلب الحضور وأخذ الموعد المسبق قبل الحضور للمركز. أيضا من ضمن الأشياء اللي دائما نأكد عليها هي الإجراءات الوقائية، حتى في حال أن الواحد خذ التطعيم لازم يكون ملتزم بالإجراءات الوقائية، من مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين. نحن مستمرين نحن نحط مجموعة من النصائح اليومية المتعلقة بالتطعيم وأيضا الأمور الصحية الثانية، فنحن دائما ننصح الجميع أن يتابعوا قنوات التواصل الاجتماعي للاستفادة من هذه المعلومات. ودمتم بصحة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معنا أسماء الجناحي، واللي عطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرتنا بنقطة جدا مهمة. صحيح أن التطعيم أصبح متوفر من عمر 12 سنة، ولكن هم يعتبرون من فئة اليافعين، لذلك من المهم والضروري أن يكون ولي الأمر يحضر مع اليافع عشان يوقع في سجل التطعيم، وأيضا مهم جدا أنهم يتأكدون أنهم يحضرون الهوية للمواطنين وللمقيمين، ضرورة إحضار الهوية وصورة عن الإقامة. طبعا أسماء قالت أن مش فقط إحنا نتكلم عن اللقاحات وكوفيد، ولكن أيضا نتحدث عن مواضيع متنوعة خاصة في الصحة. آخر نشرة نزلناها قبل يومين كانت تتحدث عن 10 فحوصات دورية أساسية للنساء، وبالأخص النساء اللي ما عندهم أي مخاطر صحية. مستمعين الأعزاء، النشرة موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي لدينا. بشكل عام احنا قسمنا الفحوصات الى فحوصات عامة، جدا مهم ان احنا نقوم بمراجعة طبيب اسناننا مرة ومرتين في السنة، وجدا مهم ان احنا نقوم باختبار مسحة عنق الرحم للنساء بعد الزواج مرة كل 3 سنين. ومن ثم قسمنا الفحوصات الى اعمار فئات عمرية 18 سنة وطالع، 20، 40 سنة، وايضا ل45 و65. إذا كان عندكم اهتمام في معرفة الفحوصات الدورية الأساسية للنساء في جميع مراحل أعمارهن، أنصحكم أنكم تدخلون لموقع التواصل الاجتماعي لدينا وتحصلون على المعلومات بخصوص هذه الفحوصات. أيضا مستمعين الأعزاء، تطعيم اليافعين اللي هم من عمر 12-15 سنة، اللقاح المتوفر لديهم هو لقاح فايزر بايونتك. جدا مهم إحنا ننصح أولياء الأمور اللي أبنائهم يعانون من أمراض مزمنة، واللي يقيمون مع كبار السن أو يقيمون مع أفراد غير قادرين على أخذ التطعيم بأنفسهم، ضرورة إعطاء أبنائهم هذا اللقاح. أيضا إلى جانب ذلك إحنا نقول أن جدا مهم أنكم تبلغون مقدم الخدمة عن بعض المعلومات الأساسية عن طفلك، إذا كان يعاني من أي حمى، إذا كان عنده تاريخ مرضي أو كانت عنده أمراض مناعية. خدمة التطعيم لهاي الفئة العمرية تتوفر كل مكان، تتوفر في
أماكن معينة فقط متوفر في مستشفى لطيفة ومستشفى حتى. أما بالنسبة للمراكز الصحية في مركز المزهر وزعبيل والبرشة. وطبعا كل مواعيدنا لأخذ التطعيم تنعطى عن طريق حجوزات مسبقة، تقدرون تتصلون في مواقع في رقمنا الموحد 8342 أو تدخلون تطبيق هيئة الصحة DHA App وتحجزون الموعد اللي يناسبكم. هاي كانت آخر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن أهمية الأنماط الغذائية السليمة مع الأستاذة شيماء قايد. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من الأمور البالغة الأهمية التي تتعلق بتعزيز الصحة العامة والمناعة والوقاية من الأمراض تأتي الأنماط الغذائية السليمة في قائمة هذه الأولويات، والتي علينا جميعا أن نتبعها ونلتزم بها من أجل سلامتنا وصحتنا. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة شيماء قايد. صباح الخير. صباح الأنوار. لو تحدثينا شوي شو نقصد بالنمط الغذائي الصحي؟ أول شيء لازم نتعرف على نمط الغذائي الصحي عشان نعرف كيف نتبع النمط أو كيف يكون النمط الغذائي الصحي. هو كل ما يرتبط بالغذاء من حيث أوقات تناول الطعام، عدد الوجبات تتناولها في اليوم، نوعية الأكل اللي نتناوله، طرق الطبخ اللي نحن نتبعها في تحضير طعامنا، المجموعات الغذائية كمياتها، نوعياتها، كيف نتناولها ومتى نتناولها، كل هذا يعتبر غذاء، نمط غذائي. والصحي يعتمد إذا نحن نقول إن هذا صحي أو لا أو غير صحي. مثل ما قلنا لما نكون النمط نحن نربط عدد الوجبات بأوقاتها بنوعيتها بطرق الطبخ وبكميات اللي نتناولها كلها نربطها بعض أن تعطينا بطريقة تكون صحية للشخص. صحية معناه أنه هي تحميه من الأمراض المزمنة اللي ممكن أن يصاب بها في المستقبل بسبب النمط الغذائي اللي هو يتبعه. طيب شو أهمية هذه الأنماط الصحية؟ أهمية النمط الغذائي الصحي أو العادات الغذائية السليمة، إذا نحن اتبعنا عادات غذائية سليمة أو صحية طبعا راح تحمينا مثل ما قلنا من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، القلب، الضغط، تحمينا من السمنة أو من زيادة الوزن، أمراض مثل حتى أمراض السرطانات لأن بعض السرطانات تكون مرتبطة بالأغذية اللي نتناولها، فهي تحمينا من هذه الأمراض كلها. غير أنها راح نعيش بطريقة صحية أن حياتنا تكون أكثر صحية، أكثر نشاطا، أكثر عطاء للحياة. طيب أستاذ، هل على كل منا أن يحدد النمط الغذائي المناسب أم هناك نمط يمكن للجميع الاعتماد عليه؟ لا، ما في اعتماد، ما في نمط غذائي يعتمد يكون موحد للجميع لأن كل شخص له نمط اللي يناسبه. عشان شيء دائما نحرص أو ننصح الناس لا تتبعون النمط اللي هو موجود مع مثلا زميلك أو مع صديقك أو مع أخوك أو الموجود في الإعلامات، الإعلانات التجارية أو الموجود في المواقع الاجتماعية. لا تتبع هذه الأنماط الصحية أو هذه الأنماط الغذائية، ممكن ما تناسبه. فإذا صارت ما تناسبه أو ما تناسب وضعه الصحي
تؤدي ممكن إلى مشاكل صحية أخرى، لأن مثل ما قلنا النمط يعتمد على نوعية الأكل، على عدد الوجبات، على نوعية الوجبات. فإذا هو اتبع نمط كان معتمد على مجموعة معينة من الناس وهالنمط ما يناسبه، فممكن تترتب عليه آثار جانبية. فالأفضل يكون كل شخص له نمط خاص فيه، هو يحدده مع متخصص، مع شخص متخصص في التغذية، يحدد مع النمط اللي هو يناسبه. النمط يعتمد على نمط حياته بشكل يومي، شو كيف نمط حياته، يعتمد على النمط العمل اللي هو يعمله، طريق العمل عنده عمل شفتات مثلا او عمل ثابت صباحي او عمل ثابت مساء، يعتمد على العمل نشاط العملي، يعتمد على ايضا نشاط البدني، يعتمد على صحته نفسه، هل هو مريض مثلا، هذا الشخص مريض بمرض معين مثلا، او انه شخص سليم ما في امراض. فكل شخص له نمط خاص فيه، مستحيل نحن نوحد الانماط الغذائيه لكل الناس، فكل شخص له نمط خاص فيه ويكون مناسب له. بالفعل أستاذة شيماء، يعني ما في قالب يمشي على الجميع، كل شخص له ظروفه الخاصة، حالته الصحية الخاصة، طبيعة عمله، طبيعة نشاطه في خلال اليوم، هذه كلها تؤثر في تحديد النمط الغذائي المناسب له. لكن البعض يجد صعوبة في الالتزام بهذه الأنماط الغذائية الصحية، فشو الحل في نظرك؟ ليش هو يجد صعوبة في أنه يمشي على النمط الصح هذا؟ لأن هذا النمط ممكن ما يناسب وضعه، لا وضع الاجتماعي ولا وضع عمله ولا وضع الصحي، فما يناسب، يحس أنه في صعوبة أني أنا ألتزم بهذا النمط. فالحل أنا مثل ما قلت من بداية أنه هو يكون جالس مع شخص اختصاصي في مجال التغذية، ويعطي الفيدباك للشخص هذا، يقول له أنا نظامي العملي كذا، نظام الاجتماعي كذا، نظامي مواعيد نومي كذا مثلا، حياتي اليومية نشاطها كذا، وحالتي الصحية مثلا كذا، وأنا أحب هالنوعيات من الأكل مثلا. فالاختصاصي راح يجلس معه مثل ما يكون يفصل النمط المناسب له، ويكون يتبع ويمشي معاه بالمتابعة. مثلا يعطي نمط معين ويفصل للنمط ويقول له امشي معاه مثلا أسبوع أسبوعين، شوف النمط كيف معاك، وانت لاحظ شو الأشياء اللي في هذا النمط صعب انك تتبعه. مثلا نعطيك مثال، مثلا يقول له أنا دوامي مثلا الصبح ما أحب أتريق، أوكي، ونحن نعرف أهمية الريوق كأفضل تغذية، فيقول له أوكي أنا بدخل في النمط حياتك هذا وجبة الريوق تكون خفيفة جدا، نبدأ مثلا بحبة موزة، مثلا نبدأ بثلاث حبات تمرة، أنه هي شيء خفيف نأخذ أول الصبح، واتبع النمط، شوف الوضع معك مدة أسبوع أسبوعين، حبيته ارتحت أوكي، نبدأ بعدين بالتدريج ندخل شيء ثاني على وجبة الفطور. فهي الموضوع تدريجيا، إذا نحن غيرنا النمط الشخص اللي أمامنا بشكل كلي طبعا صعب أنه راح يمشي عليه ويحصل فيه صعوبة. هو التغيير يكون بالتدريج، مثلا الشخص يقول لك أنا من النوع اللي أسهر بالليل وعشاء يكون متأخر، أوكي نحن بنغير هالنمط، لأن نحن نعرف النمط العشاء المتأخر هذا شوي غير صحي، أوكي، فنحن بنعطيك نمط آخر أن تتعشى الساعة 7، أوكي تسهر مو مشكلة، تتعشى الساعة 7 مثلا، عنده ظروف عمل أو شيء خليه أنه يسهر بالليل، تتعشى الساعة 7 مثلا، على الساعة 10 أو الساعة 11 بالليل خذ لك سناك، مثلا نص ساندويتش، حبة فاكهة، كوب سلطة مثلا، وشوف الوضع كيف، هل أنت يناسبك أو لا، وبالتدريج يمشي معاه وبالمتابعة، وليه ما يخلق نمط كامل وصحي يناسبه ويمشي معاه. فهذا هو بهالطريقة يحل مشكلة أنه يمشي على نمط غذائي صحي. هل في من نصائح أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص أنماط الحياة الصحية، وخصوصا إحنا حين داخلين على شهر الصيف أكيد شوي الأنماط تختلف؟ أي، فهل في من نصائح بتوجهينها لهم؟ النصائح اللي أحب أوجهها لحضورنا المستمعين،
أهم شيء لما أنت تحب تغير من نمط حياتك لا تغيره كليا، غيره بالتدريج، امشي معاه خطوة خطوة وغير كل مرة نوع نمط معين أنت تشوفه في حياتك تسبب لك مشكلة صحية أو تسبب لك عدم راحة، فحاول تغير غيره بالتدريج. إذا أنت كنت متعود على هذا النمط اللي أنت حاليا موجود فيه وتحس أنك مرتاح معاه لكن صحيا أنت مش مرتاح معاه، يعني تسبب لك مشاكل صحية مثل ارتفاع سكر أو زيادة وزن أو ارتفاع الكوليسترول أو الدهون بالدم، فحاول تستشير أخصائي تغذية وتكلمه بكل وضوح عن نمطك الحالي اللي أنت ماشي معاه عشان هو يقدر يساعد في تغيير النمط اللي أنت اللي راح يكون أنسب لك وتكون مرتاح معه نفسيا وفي نفس الوقت مرتاح معه صحيا. صحيح. أستاذة شيماء شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة، يعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية. كانت معنا الأستاذة شيماء قايد أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، وحدثتنا عن الأنماط الغذائية الصحية. وفي شيء جدا مهم قالت الأستاذة، أن ما في قالب يمشي على الجميع، نمط الغذاء الصحي هو أنك أنت تختار اللي يناسبك، لأن أنت يعني ظروفك تختلف عن ظروف الأشخاص الآخرين من ناحية نشاطك البدني، من ناحية طبيعة عملك، من ناحية الأشياء اللي أنت تحبها أو تفضلها. لذلك جدا مهم أنك أنت تقوم باختيار النمط الغذائي اللي يناسبك، وبعدين هذا الشيء بيسهل عليك أنك أنت تلتزم بهذا النمط الغذائي. وأيضا في معلومة مهمة قالتها الأستاذة، أن إذا أنت تبي تقوم بتبني أنماط حياة صحية يجب أن يكون التغيير جدا تدريجي. أو أنا بعد أنصحكم أنه مش فقط تدريجي، ولكن حاولوا أنكم تختارون أهداف تقدرون أنكم أنتوا تلتزمون فيها، هدف بسيط في شهر معين، وبعدين شهر الجاي اختاروا هدف ثاني، وبتشوفون عماركم على نهاية السنة غيرتوا العديد من العادات وتبنيتوا عادات أكثر صحة. طبعا هاي كانت فقرة الأنماط الغذائية السليمة. احنا بنكمل حديثنا عن الـ يعني تقريبا في نفس النطاق بعد الفاصل مستمعينا، رح نتحدث عن مشكلة نقص الفيتامين د عند الأطفال. بتكون معانا الدكتورة ليلى المرزوقي بتحدثنا عن هذه المشكلة اللي يعاني منها الأطفال. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لهم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام التالية 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصير 4006. من بين المشكلات الصحية التي يعاني منها الكبار والأطفال تأتي مشكلة نقص فيتامين دال. اليوم رح نتحدث عن هذه المشكلة عند الأطفال، رح نتحدث عن أسبابها وعلاجها. فلذلك يسرنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائي الغدد الصماء وسكر الأطفال في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة ليلى. لين ما الدكتورة ليلى تكون جاهزة مستمعينا الأعزاء، نقص فيتامين دال على الرغم من أن الشيء هذا يمكن يعني يكون صعب أن الواحد يستوعبها في ظل أن إحنا دولة نعتبر دولة جدا مشمسة، ولكن بالفعل هذه المشكلة تعتبر مشكلة جدا حقيقية والعديد مننا يعاني منها. لكن اليوم بنخصص حديثنا عن هذه المشكلة عند فئة الأطفال. صباح الخير دكتورة ليلى.
صباح الخير، السلام عليكم. دكتورة، بداية نبغى نتعرف عن أهمية فيتامين دال بالنسبة لنا بشكل عام وللأطفال بشكل خاص. نعم، أولا فيتامين دال طبعا مهم جدا في كل الفئات العمرية، من أول ما الطفل يكون في مرحلة حتى التكوين، من أول ما يكون في بطن أمه يعني فهو مهم من هاي المراحل الفيتامين دال، مو بس عقب الولادة أو عقب الأكل أو فهاي اللي بس كل أحب أني أنبه عليه بالتفصيل أو نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل. فدكتورة، ليش فيتامين دال؟ شو أهميته بالنسبة للأطفال؟ نعم، فيتامين دال أهميته مهم جدا لصحة العظام، وما يترتب عليه أن صحة العظام وكثافة العظام وامتصاص الكالسيوم من العظام، وهذه كلها تتم بعمليات أيضية في الجسم، ومهمة جدا أيضا في الجهاز المناعي في الجسم في كل الأعمار للأطفال والكبار. طيب دكتورة، وين ممكن إحنا نحصل على فيتامين دال؟ في أي غذاء؟ أولا الفيتامين دال قبل أن نتكلم كيف نحصل عليه لازم ننبه أن كيف يتم النقص، يعني قبل أن ندور عليه من شوي فهي النقص عن طريق يكون نقص عن طريق مصدر غذائي أو النقص عن طريق عدم الكفاية لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية. والمصادر هي مو دائما مصادر غذائية، مهم جدا الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، عشان شذي الفيتامين دال يسمى إنه هو فيتامين الشمس. وبالنسبة للمصادر الغذائية طبعا في التركيز الأكبر على بالنسبة للأطفال، يعني الأطفال التركيز الأكثر إنه على صفار البيض، لأن صفار البيض كل بيضة تحتوي على 11% من الحاجة اليومية، يعني كل بيضة فيها هو الفيتامين دال ينقاس بالوحدات الدولية، فيها 50 وحدة دولية. والأطفال بجرعة وقائية يحتاجون 400 كل يوم، فإذا تنوع عندهم المصدر بين الألبان والأجبان والزبدة والقشطة والأسماك، زيوت الأسماك واللحوم، فممكن أن الطفل يحصل على المصدر فيتامين دال اللي هو محتاجه، بالإضافة إلى الأشعة فوق البنفسجية من الشمس. هذه نقطة جدا مهمة دكتورة، يعني هو مش فقط احنا نقدر نحصل اذا اخذنا هذه المأكولات، هذه اللي انت قلتي الالبان والاجبان وزيوت الاسماك الى جانب اللحوم، وايضا ذكرتي صفار البيض، مش فقط احنا نحرص على اخذ هذا المصدر الغذائي، لان يعني ما اعرف دكتورة، عشان فيتامين دال يتكون احنا نحتاج ان نتعرض لاشعة الشمس وخصوصا الفوق بنفسجية، فلو شوية تشرح حين للمستمعين عملية تكوين فيتامين دال في أجسامنا دكتورة. نعم، وهي الدراسات طبعا كلها تتكلم أن دائما إحنا عاداتنا وظروفنا المناخية، وطبعا الحين لا ننسى ظروف الوباء اللي منتشر COVID-19 اللي يمنع التعرض الكافي لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية. هي العملية تتم عن طريق الجلد، أنه يستوي امتصاص للأشعة فوق البنفسجية في الجلد، ويتم تحويل الفيتامين دال إلى من من إلى إلى أكتيف فورم، إلى مرحلة
نشطة. انها نشطة اللي تفيد الجسم وتفيد على امتصاص الكالسيوم او الاملاح في الجسم، وبالتالي الى بالتالي الى الى العظام اللي ينمو عليها الطفل. فعشان كذي واحدة من المشاكل اللي تواجه الاطفال هي الكساح بسبب لين العظام وهشاشة العظام في الأطفال، فممكن يسوي لهم سهولة كسور أو انحناءات أو تشوهات شكلية، كل هذا بسبب لين العظام. عندنا بعد ما ننسى أن مو بس المصادر الغذائية وأشعة الشمس، ما ننسى أن فيتامين د أيضا فيتامين يمتص في الجسم، بس في أطفال يمكن عندهم اضطرابات هضمية أو أمراض في الأمعاء أو لأي أسباب ثانية تمنعهم من الامتصاص، فلازم نشوف من جميع النواحي. أيوه. هل الامتصاص كافي عن طريق الجلد؟ هل المصادر الغذائية كافية؟ كل هذا مكمل لبعض. أيوه. وإذا بنفتح شوي عن أكثر عن أشعة الشمس، في وايد دراسات، لكن إحنا اللي يناسب جونا طبعاً، في وايد المجتمع أو أو الناس تقول أنه لازم نص ساعة في الشمس بين الساعة 10 و3 الظهر، بس إحنا في مجتمعنا النص ساعة وايد، يعني الطفل ممكن يدخل في إرهاق. يعني اليوم إن شاء الله بنتكلم في أشياء عملية أن نفيد المستمعين بالضبط. يا ريت، يعني الحين موسم الصيف، مو بس نقول لهم لازم الشمس 30 دقيقة في اليوم، نعطيهم شيء يناسب جونا دكتورة. يناسب جونا. ففي دراسة حديثة إن في جونا الحار 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع يعطيك جرعة كافية أو فيتامين بالنشط في الجسم. ومن الساعة كم للساعة كم دكتورة تتوقعين؟ من الساعة 10 الصبح إلى 3 الظهر يكفي إن الإيد والريل تكون طالعة. هاي معلومة جدا مهمة، لازم الإيد الذراع تكون مكشوفة، وأيضا الساقين تكون مكشوفة دكتورة، صحيح؟ يعني يلبس شورت وكت ويقعد 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع يكفينا. ما بين الساعة 10 للساعة 3 الظهر، هذا يعتبر الوقت المناسب لجونا. لأن الكثير دكتورة يقول أنا بقعد طفلي في غرفة يعني فيها درايش ومشمسة وكذي يكفي، فشو رايك انت في هاي الفكره اللي العديد من الاهالي انا شفت انهم يسوونها؟ نعم، بالنسبه للدرايش في انواع من الزجاج، طبعا احنا اغلب البيوت عندنا يقول لك الزجاج باكس او الزجاج يمنع الاشعه الشمس او الاشعه الضاره، فلازم ننتبه، مو دائما نعتمد ان من وراء الزجاج الاشعه فوق البنفسجيه، مو بكل انواع الزجاج لازم ننتبه، فلا نعتمد احسن. وشيء ثاني اللي يمنع اشعه الشمس من توصل من انه يوصل للجلد هي استخدام واقي الشمس. واقي الشمس يمنع 95% من الأشعة فوق البنفسجية أنها توصل للجلد بالنسبة لفيتامين دال، فوايد مهم. يعني بدون واقي شمس حتى يقعدون هاي 10 دقائق؟ هو احنا ننصح انهم يستعملون واقي الشمس دائما، لكن في هاي العشر دقائق عشان الجسم يعرف يحول الفيتامين دال من الغير نشط للنشط، لان قد ما احنا اخذنا من اغذية اذا هاي العملية ما صارت وفيتامين دال ما صار نشط كأنه ما استفدنا من كل الاكل اللي اخذناه وكل المكملات هذه، فاحنا نحتاج هذه العشر دقائق 3 مرات في الاسبوع بدون واقي شمس عشان العملية الكيميائية هذه تصير ونستفيد الاستفادة القصوى من فيتامين دال، صحيح دكتورة؟ صحيح. وننتبه ان ممكن يعني او حتى للكبار ممكن يحطون واقي الشمس لمنطقة الوجه، بس ما يحطون على الايد والريل. أيوة. يعني اذا خايفين ممكن بهاي الطريقه، لان واقي الشمس للجسم غير عن الوجه او درجات التركيز مختلفه. اوكي. فاللي يخافون انه يطلعون في الشمس ممكن يحافظون على البشره لكن يستفيدون في نفس الوقت
صحيح. من أشعة الشمس. نعم. دكتورة أنت تكلمتي عن بعض المشكلة من سببها نقص هذا الفيتامين المهم، لو نتحدث شوي بالتفصيل عن شو هي المشاكل اللي تنتج إذا صار عندنا نقص في فيتامين دال. نعم، من أهم المشاكل اللي هي المشاكل اللي يتعرض لها العظام، اللي هي لين العظام وهشاشة العظام والكتاح عند الأطفال بشكل خاص. وفي نفس الوقت الجهاز المناعي يتأثر بفيتامين د، الدراسات أثبتت. وأيضا في علاقة بين السمنة ونقص فيتامين د عند الأطفال. والسمنة الحين يعني موضوع جدا شيء، ويبغى لنا حلقة ثانية نتكلم فيها صراحة. هي دكتورة لازم. نعم نعم، فهذا هو أهم شيء. يعني ما حد يبغى الطفل إنه يكون عنده كتاح وسرعة كسور وتشوهات في العظام. فهاي هذه عشان نوضح للمستمعين شو نقصد بالكساح، هذه لما الريل تكون مش مستقيمة يكون فيها انحناء دكتورة، صحيح هذا الشيء؟ نعم نعم، بسبب لين العظام. ومهم جدا مثل ما ذكرت في البداية ان الفيتامين د مهم حتى للأم الحامل. هي. لأن في أطفال ينولدون ويصيبهم تشنج لا سمح الله. وهذا التشنج يكون ناتج من نقص فيتامين د عند الأم، فبالتالي صار نقص عند الطفل، وهذا أدى إلى اضطرابات في الكالسيوم، فأدى إلى هذا التشنج. جميل جدا دكتورة. طبعا يعني هذا الشيء بيأثر على نمو الطفل وبنيته الجسمية، هذه راح تتأثر إذا كانت صحة عظامه مش في المستوى اللي احنا نبيه، لأن هو في بداية التكوين وبداية النمو. فهاي الأشياء عشان احنا ما نبي هاي المشاكل تصير عندنا دكتورة، فكيف ممكن احنا نتفادى نقص هذا الفيتامين المهم؟ نعم، كل الإرشادات وكل الأبحاث وكل المنظمات الدولية تنصح بأن الطفل من أول ما يولد اللي يرضع حليب الأم، طبعا احنا في مستشفى لطيفة نشجع على الرضاعة الطبيعية طبعا، واحنا مستشفى صديق للأم والطفل والرضاعة الطبيعية، وأن الأطفال كلهم من أول ما ينولدون يعطونهم حليب الأم، ولكن لازم ننتبه أن حليب الأم يحتاج مكمل أو مدعم غذائي على شكل فيتامين د في فترة الرضاعة الطبيعية. أيوة. هذه تكون عن طريق شراب عن طريق الفم على شكل قطرات للأطفال، والجرعة تكون 400 وحدة دولية في اليوم. يعني ممكن على ملعقة ويأخذها الطفل، أو ممكن يخلطونه مع شوي من الحليب ويعطونه الطفل. يعني هي نقاط قطرات، يعني كمية بسيطة. فهذا مهم أبغي أنبه عليه، أن كل الأطفال اللي يرضعون حليب الأم يحتاجون مكمل غذائي. وشو عن يعني احنا صحيح نشجع الرضاعة الطبيعية، لكن في امهات ايضا يحاول يعني مع الرضاعة الطبيعية يعطون الحليب الصناعي، فهل تنصحين ايضا انهم ياخذون هذا المكمل الغذائي مع الحليب الصناعي، او الحليب الصناعي يكون مدعم بالعادة بفيتامين د؟ شو رايك في العادة يكون مدعم؟ طبعا الشركات وايد، فكل شركة من المكونات اللي موجودة في على العلب المخصص بالحليب مكتوب عليها، بس انتبه انه يوصل 400 وحدة دولية في اليوم، يكتبونها IU International Units، هذه وحدات وارقام دولية موجودة في كل. معناتها إذا كان الطفل يأخذ حليب الأم رضاعة حصرية، فنتأكد أن إحنا نعطي القطور هذه فيتامين د 400 وحدة دولية. أما إذا كنا إحنا نمكس أو ما نعطي أصلا حليب الأم، نتأكد أن الحليب يكون مدعم بفيتامين د 400 وحدة دولية، وإذا كان غير مدعم نحرص أن إحنا نعطي عن طريق هذا المكمل اللي أنت ذكرتي دكتورة. نعم.
هل في بالنسبة للأطفال بعد فترة الرضاعة 600 وحدة دولية هي اللي تكفي. أوكي، يعني يبدأ يأكل لما نبدأ ندخل الأكل في جدوله الغذائي، معناته الوحدة هذه بتزيد بتصير 600؟ بتصير 600، نعم. لغاية أي عمر دلوقتي؟ لكن في نفس الوقت لغاية عمر حتى المراهقة، حتى الكبار المراهقة. 600 إلى 1000. لكن لا ننسى أن الشمس والمكملات الغذائية كلهم يكملون بعض، يعني فالطفل اليوم يبتدي ياكل بعدين فيكون عنده جزء في النظام الغذائي والجزء الثاني من الشمس، فإذا كملهم مع بعض ما بيحتاج مدعم غذائي، يعني ما بيحتاج انه ياخذ مكملات، يعني ما بيحتاج مكملات، لان الشمس مع المنتجات الغذائية تكفي تكمل هاي ال 600. ايوه، فمعنات احنا ما لنا غنى عن الشمس، صحيح يعني الجو بيكون شوي حار من الساعة 10 لين 3 الظهر، لكن كلها 10 دقائق 3 مرات في الأسبوع، في الأسبوع تعطيك 500 وحدة دولية، فيعني هذه تغنيك عن العديد من المشاكل. يعني فيتامين دال احنا تكلمنا عن المشاكل اللي تسببها للأطفال، ولكن أيضا هناك مشاكل تسببها للكبار أيضا وللبالغين، العديد من الأعراض اللي الأشخاص يعانونها تكون سببها نقص فيتامين دال، فجدا مهم ان احنا نحرص ان ندخل جدول تعرضنا للشمس في جدولنا الاسبوعي عشان احنا نتجنب هذه المشكلة. دكتورة ليلى، هل في من نصائح اخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص فيتامين دال؟ عندي ملاحظة مهمة جدا. ايوة، تكلمنا احنا في بالنسبة لاشعة الشمس وكيف ان صبغة الجلد هي اللي تمتص الشمس، فأبغي أنبه أن صبغة الجلد الميلانين يعمل كواقي للشمس، فالأفراد اللي بشرتهم داكنة يحتاجون أكثر من 10 دقائق هذا الفيتامين. نعم. أوكي. يحتاجون أكثر أو ينتبهون أن الفيتامين ينقص لهم أكثر من الناس اللي بشرتهم فاتحة، فلون البشرة مهمة أيضا. يعني إذا كانوا شوي أصحاب البشرات الداكنة إحنا ننصحهم شوي يزيدون عن 10 دقائق، أو يزيدون من المكملات الغذائية ويتأكدون أنهم بشكل عام. دكتور، إحنا ننصح الجميع أنهم يفحصون معدل فيتامين دال في أجسامهم، لأن هذه مشكلة الكثير منا يعانيها، هو مجرد فحص دم بسيط يبين لك مستوى فيتامين دال الموجود في جسمك، فأنا أنصح الجميع يعني أن يقوم بهذا الفحص البسيط عشان يعرف وضع فيتامين دال في جسمه. نعم، المختبرات كلها تقريبا متوفر فيها، صحيح. لكن الوحدات الدولية تختلف بالنسبة للجهاز، يعني ممكن يكون نانوغرام بير ام ال، هذا لازم يكون أكثر عن 30 عشان يكون المستوى كافي، وإذا المختبر يستخدم النانومول بير ليتر لازم يكون أكثر من 75 نانومول بير ليتر، فهي لازم نكون عارفين شو مستوى الكافي. نعم. طبعا يعني ويختلف الصيف والشتاء طبعا على حسب اختلاف مستوى الجو، والحين وايد مؤثر المكوث في المنازل، صحيح، بسبب الظروف الوبائية الحالية. نعم. فهذه فرصة حين فصل الصيف وهذه الأنشطة، يعني الناس تحب أنها تقضي بعض أوقاتها يم البحر أو عند حوض السباحة، فهذه فرصة أحد يستغلها عشان يقوم بتعويض النقص اللي صار له في فيتامين دال. دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائي غدد صماء وسكري الأطفال في مستشفى لطيفة، شكرا على الحديث الجدا شيق معاك وعلى وقتك الثمين. دكتورة يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم حيث. كانت معنا الدكتورة ليلى وحدثتنا عن موضوع جدا شيق وعطتنا العديد من النصائح العملية اللي احنا ممكن نقدر نستغلها ونضيفها في جدول حياتنا، بما ان احنا كنا نتكلم عن انماط حياة صحية جدا مهم ان احنا ايضا ما ننسى الفيتامين دال ومعدله، سواء احنا كنا كبالغين وايضا نشوف المعدل هذا عند اطفالنا.
مستمعينا الأعزاء، يعني هذه كانت حلقتنا لليوم. كل الشكر لحسن استماعكم، كل الشكر لمتابعتكم لنا. أرجع أذكركم بضرورة أخذكم للقاح كوفيد-19، هذه إحدى المفاتيح الجدا الرئيسية عشان إحنا نتجاوز هذه الجائحة ونتعافى منها كليا. أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة. طبعا مستمعين الأعزاء، جدا مهم أن تعرفون أن مواعيد لقاح كوفيد-19 تكون بطريقتين، وكلها عبارة عن مواعيد مسبقة. يا أنكم تستعملون تطبيق هيئة الصحة DHA Application وتأخذون الموعد اللي يناسبكم في المكان اللي يناسبكم، أو أنكم تتصلون في رقم اتصالنا 1-800-342 وتحصلون على موعد للقاح كوفيد-19. ما في مواعيد بدون ما تاخذون، ما في يعني تروحون العيادات بدون مواعيد مسبقه. هذا الشيء مش فقط يمشي للقاح كوفيد-19، هذه تقريبا سياسه هيئه الصحه ان احنا نحرص ان احنا ننظم الوقت ونختصر وقت انتظاركم في العيادات. فتقريبا معظم مواعيدنا تكون عن طريق مواعيد مسبقه. مستمعينا الاعزاء، حابه اشكر فريق الاعداد في هيئه الصحه في دبي، اشكر اختنا نجاه السويدي في تنسيقها ومتابعتها الحلقه لليوم، والأستاذ نمر للإخراج المبدع دائما وأبدا. كانت معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة مستمعين، ومع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.